لو احنا تمثيل الشباب يا فندم فين؟ ما تمثيل الشباب، انت فكرة يعني انا احل جوهر المشكله. مشكله مصر باختصار كما اراها، وربما اكون مخطئ، ان انا اعمل طريق صحيح بغض النظر مين اللي موجود فيه، اعمل تراك صح، سيستم صح، وبعد كده ياتي من ياتي. مش هتبقى مشكلتنا احنا مصر مغرمه لان احنا تراث طويل من الفراعنه مغرمين بالاسماء. احنا علينا مره نجرب نركز على البناء، على الطريق نفسه. الطريق ده يمشي عليه اي حد، دولة والطريق ده لو واحد دولة غلط القانون ودولة اقدر المؤسسات. اصححه، يعني اقدر امشيه. بس احنا بس يعني يمكن اكتر من 60% من الشعب المصري هم الشباب، بنتمنى يكون ليهم تمثيل اكبر في بناء مستقبل وطنهم، لان هم يعني ثراء، يعني هم شرارة الثروة. الثورة كلهم هم نعم ثروة، وهم يعني ما هو خلينا برضو نكون واقعيين، هم دول اللي هيبنوا مصر، يعني صحيح، هم هو ده دول اللي اللي جاي هو يعني. دول اللي جاي، فلازم نديهم لكن دعم شوية كمان. صحيح، ما هي هنا ده دور بالضبط. ده حضرتك لمست جزء مهم جدا المتعلق ب ماذا كان ينبغي على المجلس العسكري والحكومات منذ نجاح الثورة. انا في دي كان مليون حاجة يعني هقول لحضرتك. قال لك هنخفض سن الترشيح للشباب، وكويس، وخفضه 25%، بس بعد ما خفضناه ل 25 سنه، سوري، فجاه ما فيش شباب دخلوا. طيب ما يعني، هو الحملات طب احنا خفضنا السن ليه؟ انا في ايدي كاداره ان انا كنت اعمل مجموعه من التشريعات زي ما كان المفروض ان اعمل بس قرار في العزل. شباب موجودين برضو يعني، لا، بس موجودين بمعنى ايه؟ نسبة مش كبيرة، بس في موجودين. انا ضد فكره انه نعمل مقاعد خاصه للشباب، وضد مقاعد خاصه للمراه، لان انا لو عملت بناء صح، البناء الصح ده بيخدم الجميع. لا في شباب نازلين مستقلين ونازلين مفهوم. تبع احزاب البيت نفسه، ما انت لما بينافسوا تعمل، كبار كمان باسماء معروفة يعني. انت لما بتعمل شاب صغير في دايره مثلا عدد سكانها 3 4 مليون، اكتر من كل سكان الخليج، ما دي مشكله. انت عملت الغاز، ومن اول قانون الاحزاب نهايه بقانون العزل السياسي، ثم قانون الانتخابات، كلها لخبطه صبت في الوضع ده اللي احنا عملناه. يعني هي سلسله متراكمه من الاخطاء ادت بنا الى هذا الطريق. ليس عيبا ان احنا نقول يا اخوانا احنا اخطانا هنا وفي قدامنا فرصه نصلح، مفيش حاجه غير قابله للاصلاح طالما ان احنا عندنا قدره على ان احنا ننقد نفسنا ونستطيع ان احنا نصلح الاخطاء اللي احنا عملناها. احنا شفنا نتيجه اصرار مبارك. مره قال في حوار مع احدى الصحف الاجنبيه، انا عندي دكتوراه في العند، بس هذه الدكتوراه في العند ادينا شفنا واحنا عندنا نوبل في الصبر. يعني عندنا نوبل في الصبر. بس في النهايه الصبر لازم تصل على العند. طبعا. طيب وهذه اللي دي درس مفترض يصل للجميع. طبعا. اخيرا يا فندم، من متابعتك الصحفيه وطبعا منصبك في جريده الشروق اكيد، كيف تتوقع الايام والساعات القادمه؟ دخلنا على اليوم الخامس من ماذا بعد؟ اتمنى ان تنتهي المشكله دلوقتي مش بكره يعني. كيف ستنتهي المشكله؟ تنتهي المشكله زي ما قلت لحضرتك، جزء اساسي ان احنا نخرج بحكومه انقاذ وطني لها صلاحيات حقيقيه، ونقعد كده بنفس صافيه ونقول احنا الحاجات الاساسيه اللي احنا ينبغي علينا ان احنا نعملها هي 1 2 3 4. ما نتعاملش مع بعض بمنطق الفائز والمهزوم، هي ليست مباراه بين طرفين، هو صراح سياسي للبحث عن افضل وجهه تقود مصر الى المستقبل بطريقه افضل. اذا تحلينا بهذه الروح، المؤكد انه الناس اللي في ميدان التحرير وفي كل الميادين هتشعر ان فيه اصلاح حقيقي، والثوره تستأنف بطريقه صحيحه جدا، وان مصر ماشيه في طريق صحيح وتستحق هذه الثوره العظيمه اللي هي من اجلها طبعا. من الدماء اللي ريقت في ميدان التحرير وفي ميادين كثيره جدا، انها لم تكن يعني بلا ثمن. نتمنى. استاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريده مدير الشروق. تحرير جريده الشروق. مدير فندم، انا اسفه جدا. ان شاء الله. ان شاء الله. فعل مش وحش. صاحبي وصديقي. اكيد يعني. أكيد. بس فعل مش وحش خالص زي ما الشباب بيجوا برضه. بالظبط. جريده من الجرايد المحترمه جدا. الله يخليك. اكيد. ونتمنى زي ما حضرتك قلت فعلا ان يكون في فعلا ما فيش حاجه ما لهاش حل، بس المهم السرعه في بدايه هذا الحل، وزي ما انت قلت تاني ان يكون في طريق، الطريق هو البدايه مش الاسماء زي ما حضرتك قلت، وده اللي اتمنى ذلك. اشكرك يا فندم. شكرا لك. مشاهدينا هنروح لفاصل وهنرجع على طول مع حديث الاربعاء، وده بيكون مع عايده، هنتكلم برضو اكيد عن الموضوع، ويا رب يا رب زي ما كنا بنقول من شويه ان يكون في امل وبارقه امل في هذه الايام الصعبه. خليكم معنا.